واحدة اخرى. شوفوا عليكم احبابي، مرحبا بكم في القناه ديالي دعما. انا كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، انتم وليداتكم وحبابكم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. نهار جيت بفيديو جديد، جيتكم اليوم بواحد الوصفه اللي هي على السريع سهله مهله وكتجي زوينه. خليكم احبابي مع المقادير. عندي هنا واحد الكاس ديال الماء اللي هو سخون مزيان طيب. عندي هنا واحد شويه ديال الملحه على حسب الطاق، وهنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال السكر سائده، سكر خفي. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، وديروها على حسب الجو اللي عندكم. وهنا عندي واحد ايكيفالون ديال واحد جوج معلقات ديال الزيت. هنا عندي واحد 500 غرام ديال الطحين. خليكم معايا احبابي مع التحضير. على بركه الله. رميناه، غادي يجينا هكذا بحال لاباتاشو. دابا غادي نرمي شويه د الملح ديالنا، التوابل اللي عندنا. غادي نخليو غير الزيت حتى الاخر، غادي نخلي هادشي بيدينا وغادي نرميو الطحين شويه بشويه. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء طايب هنا. غتكملوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفونا شنو غنديروا بهذا العجينه هذه. خليني نجمعها ورجع بها. انتما كما قلت لكم ما تكتفيش بواحد الكاس، راني هنايا درت جوج كيسان هكذا الماء سخون طايب. فوالا دابا هكا كيجينا القوام كما كتشوفوا، كيجي هكذا. دابا غادي نقبطو. انا راني ما دلكتها ما حتى شي حاجه، غير جمعتها وخلاص باش ما يجيكمش الفيديو طويل، سي بور سا. دابا غنقبطو هذيك الزويته اللي بقات لنا، هي اللي غادي نديرو هكذا شويه بشويه. ما القوام ديالها صافي جمعتها، ما تصوروش كي جات القوام ديالها هائل. غير تقيسيها تريح لك النفس ديالك. فوالا خليوها دابا تختمر واحد شويه وندوزو لافارس. خليكم معايا احبابي ما تمشيو فيها. دزنا المرحله ديال الحشوه، غادي نديرو هنا واحد شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه. هنا عندي واحد جوج جزرات مبشورين، هنا عندي واحد القريعه هكذا مبشوره، هنا عندي واحد شويه ديال الزيت، وهنا هذا كيبقى اختياري. هذا غير حيت شاط ليا من لافارس الحشوه ديال البيتزا، غادي ندير هادشي اللي شاط ليا. هذا شاط ليا من البارح فوالا. وهادشي يعني تقدروا ديروا غير الجزر ولا غير القرعه، هادشي يعني كيبقى اختياري بالنسبه للحشوه. حبابي كنعطيكم الفكره وانتوما ديروا اللي كتب الله واللي كان واجد. ثم الحشو ديالنا هي وجدت فرمشة تاعي، يعني غير كتصهد واحد شويه وخلاص هكذا. وراني زدت مع هذيك الحشوه اللي قلت لكم شيطالي من ديال البيتزا، اللي فيها الثوم وفيها الفلفله وفيها لي شامبينيون البصله وفيها كاع ديك الخضر. شوفوا راه كيطلع في البلاصه. هذه الوصفه، هذه هي الوصفه السحريه ديالي. هنا ناخذ الكويره ديالنا ديال هكذا، الى شفنا هاد الجنيبات هادو غلاب نبركو عليهم هكذا بهذه الطريقه ونرويوها هكذا.
واحد شويه باش تجينا مهوله كما كتشوفوا. من هنا كتجي مسدوده هكذا. انتما حبايبي كما كتشوفوا ها هما راهم خمروا واحد شويه. يلا كي ساليت هادو اللي عاد درت هادو ها انتما كتشوفوا. واش تشوفوا الفرق؟ هنا راه مازالين. دابا شعل الزيت كيسخن وغادي نبدا نقليهم في الزيت وغتخليكم باش تشوفوا معايا النبي. دابا درناهم في الزيت ويدينا ويبدا هكذا نقوم نطالوهم نسقيهم بحال نسقيهم. فوالا نبي نفخو واحد شويه. بابي ها هما وجدوا كما كتشوفوا، راه واخا كيتقلاو في الزيت كيجيو ناشفين كيجيو هائلين هانتوما، وكيجيو خفافين ما شاء الله وزوينين. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا معايا في هذا النهار، وكنتمنى تشجعوني بلي لايكات ديالكم، البارطاج مع الحباب، واحد الكومونتير الزوين اللي كيشجعني ويحفزني باش نزيد القدام ان شاء الله، وندير لكم يعني شي وصفات وحدين اخرين. والله يخطيكم عليا. وصلنا احبابي لاخر الفيديو، كنتمنى لكم السعاده في حياتكم وبصحه فطوركم، والله يسهل اموركم في هذا النهار. خليوني نقسم معكم واحد الوحيده باش تشوفوا كي جايه من الداخل، راه كيجي هائل ان شاء الله. يلا احبابي السلام عليكم. احبابي كما كتشوفوا كيجيو كيجيو هائلين وخفاف وهشاش. هانتوما نحط معكم وحده اخرى شوفو خفافين كيما كتشوفو. فوالا بصحة وراحة.